عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل تحت عنوان تحديات الاستثمار الوطني وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال البارزين. تناقش الورشة التي تأتي ضمن سلسلة ندوات فيما يخص الشأن الاقتصادي عدد من المحاور الأساسية، على رأسها تحديات التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، كذلك تأثير الأزمات الدولية على القطاع الصناعي المصري، فضلا عن الوضع الراهن للاقتصاد الوطني. الظروف الاقتصادية العالمية من جائحة كورونا للحرب في أوروبا انتهاء بالظروف اللي حاصلة في المنطقة أثرت بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي. لازم تتكاتف الجهود ما بين الدولة ما بين الأجهزة التنفيذية ما بين القطاع الخاص عشان نفكر كلنا مع بعض في المشاكل ونشوف إيه الحلول اللي نقدر نتحرك فيها بسرعة، حلول تنفيذية تساعدنا كلنا ان احنا نطلع من هذا الوضع الضاغط. أزمة النقد الأجنبي وأزمات أخرى كبيرة بتقابلنا، لكن هي في حلول والحلول قادمة لا محالة وقادمة وبوقت سريع جدا. أنا متفائل جدا وعندي ثقة كاملة على قدرة الاقتصاد على التعافي والتعافي السريع، لكن هي الندوات وورش العمل اللي بنفكر فيها مع بعض ونحط بشكل واضح وبشفافية المشاكل وحلولها هي إيه، هي اللي هتساعدنا كلنا إن احنا بأسرع وقت إن شاء الله نرجع للمسار السريع. احنا عندنا تحديات كبيرة وعندنا فرص كبيرة أيضا. الفرصة أو التحدي الأساسي هو إن شاء الله يا رب في القريب العاجل شايفين الخطوات اللي تمت هتعمل وفر كبير في عملية النقد الأجنبي اللي هو بيسهل إن المصانع ترجع تاني إنها تشتغل بكل طاقتها، فرص ان احنا نقدر نصدر، فرص لجذب استثمارات جديده، لانه دايما اي مستثمر او اي مصنع بيكبر او بيشكل بيبص دايما عمليه النقد الاجنبي عامله ازاي والقرارات واللوائح المنظمه لهذا الشان. بالتاكيد ان دايما من التحديات تظهر الفرص، وهيكون ان شاء الله في فرص جيده كثيره جدا. احنا ناقشنا النهارده أمور كتيرة جدا تتخصص بالأوضاع الاقتصادية، الوضع في نقص العملة الصعبة في الأسواق مما أثر على احتياجات المصانع، وده أثر بالتأكيد على الأسعار وعلى حركة التصدير. تأكدنا وضعنا حلول من ضمنها مثلا الاهتمام بالتصدير، لأن دوت يعني أكتر رافد من روافد العملة الصعبة النهاردة اللي بتيجي لمصر، أولاً بنصنعه إحنا كمصريين بأيدينا، فما نقدرش نرمي الشماعة على حد. كل الروافد التانية مهمة جداً ومحتاجينها جداً، لكن ممكن تتأثر بعوامل جيوسياسية، تتأثر بعوامل مناخية، تتأثر بعوامل كوارث وحروب. عايز أقول إن مثال اللي أنا بقوله دوت إن في أزمة الكوفيد وكان العالم كله تقريبا متوقف، مصر كانت بتصدر وكانت بتصدر وحققنا نمو ومعدل نمو عالي جدا، ومعدل صادرات في 19 و20 و21 كان جيد جدا.